تحكيوا عن النادي الافريقي، الجزء الثالث باش تحكيوا على الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه. استاذ كامل بن خليل، ايضا ضيوفنا انيس العياري، رضا بوراوي، كريم العواضي. استاذ كامل بن خليل، تصريحاتك ديما مثيره للجدل. الوكيل اللاعبين اللي حكينا عليه الاسبوع اللي فات، تقريبا انا فضلت تكون هنا الزوز، لكن هو عنده التزامات ما حبش يجي، ما نجمش يجي. على ذاك معنا بالتليفون وكيل شكو؟ اي، وكيل اللاعب الكاميروني ادموند كو. بخصوص الكلام اللي قلته، طالب يوضح بعض الحاجات. سي توفيق خالد، سي توفيق مرحبا بك. سي توفيق، الو، مرحبا بك. سي توفيق على المباشر، انت عايش خويا، مرحبا بك ومرحبا بالخياريكم. باهي، طلبت توضح حاجات بخصوص الكلام اللي قال الاستاذ كمال بن خليل على اللاعب الكاميروني هذا اللي انت مصحح معناها معاه ادموند كوك. قال كلام بدو لي حبيت ترد عليه، وانا ما حبيتش ناخذك البارح، حبيت ناخذك بخصوص انه يكون معناتها موجود لهنا معنا في البلاتو. هبش يقول لك استاذ شنو الكلام اللي مش موافق عليه. تفضل. مرحبا. مرحبا بسي خالد. مرحبا بكم خويا ناس الكل. حاجه الاولى خويا حبيت نوضحها. اول حاجه ان شاء الله اخويا سي كمال ما تجيناش نهار اخر وتقول لنا راه غلطوني في المعلومات اللي حكيتها. ما تجيناش معناها تقول غلطوني كيما في حكايه بلغاريا. كلمه لا 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 هنا باش نقول لك، لا لا هنا باش نقول لك احكي في التيرام تاعك وما تحكيش على بلغاريا داكوردو، خاطر باش تاخذ. شوف شوف، لا 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 سامحني سامحني، هنا بتبداش ترمي في الكور وبلغاريا وريق بارد. لا لا ترمي في الكور بلغاريا اخويا، بلغاريا انا عملت ستاتيو وجهت نصيحه لعبد السلام اليونسي. استنى، ما تبداش ترمي في الكور. موضوع بلغاريا موضوع، لا ما نخليكش تتكلم، ما نخليكش تتكلم، ما نخليكش تتكلم. وقت اللي تبدا تلفق في الاكاذيب ما نخليكش تتكلم. لا سامحني، يستكفى بالكلام اللي يهمه. لحظه يجبد حاجه اخرى نحطه في بلاصه. لحظه سيكا، لا لا سبيل اليه، لا سبيل اليه، باش نوضح انا. خلي شد بلاصتك وريح. سي كمال، يا سي توفيق لحظه، سي توفيق لا ما توضحش، ما تحكيش على امور ما تعنيكش. احكي على الملاعب نتاعك وتستكفى بنفسك. سي كمال خلي عندي الامور تنظم لك الامور، ما تقصش عليه راجل. يا سي توفيق، سي توفيق بلغاريا وامريكا ونيكاراغوا والمريخ. كمان خلينا نكمل نتكلم. سي توفيق من فضلك، نحكيو في الموضوع اللي حاجتنا بيه نتاع الكاميروني، ما يجبلوش مواضيع اخرى. وبربي سي كمان خليه يكمل، ما تجبدش حتى موضوع يحكي آخر. في الموضوع اللي يهمه خليه يكمل، يحكي خليه. موضوع اخر ما خليش يكمل. تفضل سي توفيق. اي باهي، اول حاجه وقت الموضوع يكون في نقاش، معناها احنا نحكوا على ان جوار اون ايكيب، صحح ما صحح. اي خلينا في الموضوع هذا، خلينا في الموضوع هذا، تفضل. اي باهي، وقت ماذا بيا يكون الموضوع ويكون النقاش رياضي ولا قانوني. ما نجوش نحكوا على كريت حانوت وكريت ستيديو ووعد الزواج ماهوش زواج وما نعرفش معناها. اكزامبل اكزامبل، عطى اكزامبل، ما فيه حتى مشكل. تفضل. خويا سلام، مو باش يكون الحوار راقي. ما نجموش نحكوا في حاجات ماهيش في الحاجات هذه. تفضل. اي كامل، اي كامل. احنا في الكوره نحضروا بعضوا في مجال الكوره، هذه حاجه، ونستعملوا لي بون تيرم. اني وقت نرجع السيد وقتي قال استفزني، راني ما استفزتكش خويا، راني الحاجه ولا كذبتك، قلت لي طوال راهي قبل النادي الافريقي في المفاوضات. يبالي جيتي كلير اسلام وفسرت لك الموضوع هذا. معناها علاش استفزني ولا كذبني ولا حاجه، ما نوصلوش للامور هذه. تفهم فيا؟ وأني وقت اللي حكيت وعلى فسخ العقد، معناها قال راهو اللاعب يفسخ العقد ولا حاجه، راهو ماهوش كيما حكي هو يفسخ عقد كيراو. انا قلت مفسخ، اعوذ بالله من غضب الله. لو تيرم راهو يلزم يكون جوست. شنو اللي قال مفسخ العقد؟ فهمنا. لا وقت اللي قال راهو فسخ العقد، واعطيك الاكزومبل بتاع ميكرو ستيتيو ولا وعد زواج ولا ما نعرف. توفيق خالد. اي يا سي توفيق، كان كملت خليه يرد عليك. اي سي توفيق، لحظه استاذ، كملت ولا لا؟ لا مازال ما كملت. باهي تفضل. اي اني الحاجه الوحيده اللي غاضتني من السيد انه يقول، معناها يقول في حاجات هو ما عندهاش بها علم. يقول الملاعب يفسخ مع راهو تفسيخ عقد ما بين ان اجون وان جوير ولا ان اجون وان انترينا، راهي تفسفا كيما معناها في الحياه العامه. انت ما فسختش العقد مع الملاعب، مازال عندك العقد نتاع الملاعب. قلت لي هو فسخ. لحظه خليك كمل بعد تعطيك. لا اله الا الله. انت قلت راهو فسخ العقد. لا اله الا الله. يبدو سي توفيق تسمع شطر الكلام انت. لا لا ما نسمعش في وراسك انت، وراسك انت تسمع في شتاء. باش نقول لك شنو قلت. خليه يكمل، ما نجموش نحكيوا هكا، خليه يكمل بعد نعطيك تعاقب عليه. تفضل كتكمل سي توفيق بسرعه بالله. باهي خويا، اني وقت اللي قلت الملاعب راهو الى سو كونترا معايا، اني
ما لجبت النادي الافريقي ولا تهجمت على النادي الافريقي، ما تعنينيش النادي الافريقي في الموضوع هذا. اني ديزافي توفيق خالد النادي الافريقي ما عندي حتى حكايه مع النادي الافريقي، يعني حكايتي مع اللاعبي واضح. ووقت اللي فسرت كيف قلت راهو الملاعبي عمل صحح على اللوفر، في بالي راجع اروح الاستاذ ويسال الناس المختصه في المجال الرياضي في الدروا سبورت واش اللي هي وقت الصح على اون اوفر اوفيسيال افيك لي كريتير اللي حكيت عليهم اني لا ديوري واللي مونطون باش ياخذوه ياخذهم للاعبي، راهو ليكيفالون دو كونترا دو ترافاي. اللي معناه وصل هو، انا ما قلتش كذبني، ما قلت غلط. واضح غلط، نجاوب انا تو واضح. هذا هو سي توفيق، هذا هو سي توفيق، عندك حاجه اخرى بتضيفها ولا هذا هو؟ لا لا هذا هو واضح 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 واضح. تفضل استاذ سي توفيق. انا باش ناخذ بنصيحتك ونسال الناس المختصين في القانون الرياضي، بما اني انا مختص في البلومبري وفي لا لا ماكش البلومبري مثالش خلينا باش ناخذ بنصيحتك وباش نمشي. معناتها انا مختص في البلومبري تو نسال المختصين في القانون الرياضي. من اظنش باش مهنه حتى مهنه استاذ، مهنه شريفه انا مختص فيها، ما نحطوهاش في حتى مهنه. سي توفيق سي توفيق توا انت قلت لي اسال، انا قلت لك شنو نعمل بنصيحتك. سي توفيق توا خليتك تكمل على راحتك. قلت لي برا لحظه باش نكلم توا توجيهي خليني عندي انا. يا سي توفيق سي توفيق من فضلك، سي توفيق سي توفيق من فضلك خليك تكمل على راحتك، خليه هو يتكلم ما تقصش عليه يهديك ربي. توا السيد هذا ينصحني قال لي الاستاذ يمشي يسال المختصين في القانون الرياضي. بالك شي انا قلت سمعتوها يا جماعه، انا قبلت نصيحته يحكي على الشعبوي. توا هو نصحني قلت له راني قبلت نصيحتك ونعاود نقولها لك، راني قبلت نصيحتك باش نمشي نسال المختصين، خاطر انا مانيش مختص، انا نعمل بلومبري، شنو اللي فيها عيب؟ تسميها شعبويه برا سميها شعبويه. اثنين، انت هاو فاش تهجمت على النادي الافريقي؟ انا قاعد انا وعبد مجيد قبنطيني مقابلني نحكي على اللاعب الكاميروني، قلت جامع النادي الافريقي، خزر لي عبد مجيد قبنطيني قال لي لا راهي جابته ليطوال والكلوب حاولت له وجهته. واضحين؟ قلت له انا سي با فري، قال لي الكلوب حولت له وجهته. من غدوه سي توفيق يحكي مع اسلام، وهاو اسلام موجود، قالوا راهو الكلام اللي قالوا القبنطيني صحيح وراهو الاستاذ غلط. شنو معناتها؟ معناتها الكلوب حولت الوجهه. دونك انت لهنا ما سيت دقيقه عاد، انا ما قصيتش عليك، انا قاعد لا ما قصيتش عليك. سي توفيق خليك كمل انا وقت اللي انت تقول صحيح شنو معناتها؟ معناتها الكلوب حولت الوجهه. انا قلت لك الكلوب ماهوش من اخلاقها، راهي ما تحولش الوجهه. الإطوال كلمته قبل بعام قبل بعامين قبل بثلاثة سنين أمورها. قلت لك النادي الإفريقي كي جاء لا علم لها بهذا، هذه هي النقطة الوحيدة اللي جاوبتك عليها.